أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة هنا في عاصمة الميادين، في ختامي الوثبة، ختامي الختاميات، حيث المنافسات الكبيرة. ثامن أشواطنا ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل تحديات الجعدان من فئة المهجنات الأصائل. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. مباشرة إلى السليماني اللي على المركز الأول، وعلى الصدارة لأحمد بن سيف الزفين. المهيريات مع المركز الأول، بينما المركز الثاني متعب لطلال بن مصبح بن سحيم الكعبي. بينما أنتقل للمركز الثالث، هنا الحضور والأداء الجميل مع والم لحموده بن تويلية الحرسوسيات على المركز الثالث. بينما المركز الرابع مسبار محمد بن عبد الله العسكري، وخامس المراكز مع الاندفاع الجميلة هنا في هذا الانطلاق المميز، هنا مع منذر لحمد بن مفخوت بن يعيل المنهالي. تدخل في هذه اللحظات زاهي لعبد الله بن محمد بن علي العامري. بينما سادس المراكز دليل لسعادة مطر بن حمد بن عمير الشامسي. بينما هناك مع الاندفاع الآخر سابع المراكز، سابع المراكز ياتي من خلال هذا التواجد مكلف لسالم بن سعيد الخصوني الاكتبي. والمركز التاسع مع الاندفاع الجميل مردام قصاب بن عبد الله بن مصبح راعي الطيره العامري ياتي هنا في هذا الاندفاع. والمركز العاشر وصل وتحرك بهذا المستوى الواصل لجار الله بن سالم بن مسعود ابو شريده ياتي هنا في هذا الانطلاق المميز. هكذا هي النداء وهكذا هي النتيجه المبدئيه لتحديات هذا الشوط. لكني بعود الى المركز الاول، بعود إلى الصدارة، إلى الإبداع، إلى التميز، إلى التألق هنا على المركز الأول من خلال وجود هذه الأسماء المميزة هناك مع السليماني. السليماني يقرد خارج السرب، ينطلق مع المركز الأول، يتميز هنا على الصدارة بانطلاقة ولا أروع، بتحدي جميل ورائع للغاية هنا في هذا الشوط. بينما المركز الثاني هنا في هذه اللحظات المميزة والاتباع الجميل هناك مع هذه الانطلاقة الكبيرة بهذا الشوط وبهذا التحدي وبهذا الانطلاق المميز. هنا التجاوز بدأ مع انطلاقة متعب طلال بن مصبح بن سحيم الكعبيات مع المركز الأول يتصدر المشهد. أما المركز الثاني فهذا هو سليماني القادم بشعار أحمد بن سيف الزفين المهيري. بينما المركز الثالث دليل سعادة مطر بن حمد بن عمير الشامسي. بينما المركز الرابع أشقر حمد بن سعيد بن سالم القنوبي يصل في هذه اللحظات مقدما لهذا الاندفاع المميز في هذا الشوط. ولكن بدأ التحرك وبدأ الصراع وبدأ النزاع ما بين هذه الأسماء، نايد ولا مردان ولا مردام قصاب بن عبد الله بن مصبح راعي الطيره العامريات هنا في هذه الانطلاقه المميزه والتحدي الكبير. اشتدت المنافسه
واشتد الصراع وبدا الكل يتدخل. المركز الخامس مبلش لحمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح القادم في هذه اللحظات، وكذلك الوصول من كرار بالمركز السادس. يا كرار في أرضية المضمار يتقدم لناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري. اشتدت المعركة، اشتد الصراع، اشتدت القوة ما بين هذه الأسماء وما بين هذا التحدي المميز من خلال هذا الحضور وهذا التواجد الجميل في هذا الشوط. في هذا الشوط يهو شوط، يهو تحدي، يهو الانطلاق، يهو تحدي كبير هنا من خلال وجود الأسماء القوية التي تقدم لنا الإبداع الكبير وتقدم لنا التميز المميز. هنا وصل، وصل الواضح أحمد بن سيف بن السهيل الدرعي. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التنافس وعلى هذا الصراع وعلى هذا الإبداع المميز هنا ما بين هذه الأسماء. وصل فيه وتحرك جلمود طالب بن محمد بن هادي بن أهليل الغفران يتقدم هنا في هذه اللحظات يتصدر المشهد. والوصول هناك مع انطلاقة لزام سالم بن محمد بن مبارك الفهيدة وتحرك على المركز الثالث. وصل ملفت سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. يهو تنافس، يهو تحدي، ولكن راح الى المركز الاول والى الصدارة. هذا لزام، هذا لزام يطير وينطلق الى الامام. لزام على المركز الاول، سالم بن محمد بن مبارك الفهيدة المري المركز الثاني. وصل، وصل الاطرش لسعيد سلب الدليوي الاكتفية، ولكن خلاص الفوز مع لزام. التزم المركز الاول وقادر الجميع ليحقق النقطة الذهبية في عاصمة الميادين في ختامي الوثبة. تهانينا لمالك لزام سالم بن محمد بن مبارك الفهيدة المري على هذا الفوز. المركز الثاني لطرش لسعيد بن سلب الدليوي الاكتفي. المركز الثالث كان حاضرا مع هناك جلمود لطالب بن محمد بن هادي الغفران. المركز الرابع كان مع هنا حضر فيه على المركز الرابع هنا وضاح لسالم بن راشد الضبيع الاكتبي. والمركز الخامس كان مع المركز الخامس الواضح لأحمد بن سيف بن السيل الدرعي. إذا متابعين الكرام هكذا هي المنافسة الجميلة، والفوز كان مع لزام لسالم بن محمد بن مبارك الفهيدة المري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:22 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك لزام سالم بن محمد بن مبارك الفهيدة المري. المركز الثاني 7:22:08 أجزاء من الثانية. هنا الأطرش حضر هنا مع سعيد بن سيب الدلوي الاكتبي. المركز الثالث سبع دقائق 23 ثانية وستة أجزاء من الثانية. اللي حضر على المركز الثالث كان جلمود لطالب بن محمد بن هادي بن هلي الغفران. تهانينا والناموس.